مشاهدينا بدي رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تحضرونا بهالحلقة الجديدة من نور الجديد عبر نور الشرق. حلقتنا لليوم مليئة بالدكاترة، حلقتنا لليوم كتير غنية مش شوي، وحيكونوا معنا الأخصائية بعلم الفيزياء الفضائي الدكتور سيرين نعمة لنحكي أكثر عن عالم الكواكب خارج المجموعة الشمسية. أما بالفقرة الثانية حتكون ضيفتي الأخصائية بالعلوم السياسية والاجتماعية دكتور سيلين مرعب غانم تنحكي عن المواطنة وحقوق الإنسان. أما بالفقرة الثالثة حيكون معي المستشار المالي وناشر الموقع الاقتصادي بانكينج فايلز دكتور إلي خوري تنحكي عن الوضع الاقتصادي الراهن. أما الفقرة الأخيرة والسبت اللي هي الفقرة الطبية حيكون ضيف الأخصائي بطب الأسنان دكتور أمين حمود تنحكي أكثر عن طرق المحافظة على نظافة الفم والابتسامة اللثوية. مثل ما تعودتوا مشاهدينا رح نروح نحن وياكم لفقرة السوشيال ميديا وبنرجع. اليوم حبيت احكي لكم شوي عن الشجرة. كلنا بنحط شجرة ببيوتنا بوقت الميلاد وهذا شغلة كتير حلوة. اليوم ما بدي احكي انا شو اساس هاي الشجرة واي سنة واحد حط اول شجرة، هيدي الامور الدنيوية مش رح احكي فيها. بدي احكي بالامور اللي بتهمنا نحن واللي بتهم خلاصنا كشعب مسيحي، خلاصنا بتهم خلاصنا. الشجرة اللي بنحطها ببيوتنا رمزيتها وحقيقيتها امر كثير مختلف عن اللي بيعتقدوا البعض. الشجره اللي بنحطها ببيوتنا تتذكروا كلنا انه بنحكي على طول انه ادم وحواء الله قال لهم كلوا من كل الشجر الا من شجره وحده، شجره معرفه الخير من الشر. وبنعرف كلياتنا انه حواء اكلت الحيه قالت لها كلي طعمت رجع طعمتها لادم، انما هون خلوا على الأرض. شو هو مسألة اليوم؟ ليش بنحط نحن هالشجرة صرنا؟ أبداً ما لها علاقة بالشجرة القديمة، بس إنما شو لها علاقة هاي الشجرة؟ الله عم يقول لنا اليوم إنه أنتم أكلتوا من الشجرة وفليتوا من الجنة وعصيتوني. بس كثير قليل منا اللي بيتذكر إنه كان في شجرتين بالجنة مش شجرة واحدة. كان في شجرة معرفة الخير والشر وفي شجرة ثانية اسمها شجرة الحياة. اللي كتير ناس قليل بينسوها بيتذكروها والكتير بينسوها، هي مذكورة بالفصل الثاني من التكوين، الفصل الثاني الآية 9، إذا بتفوتوا على الآية 9 بتشوفوها محطوط شجرة الحياة. الله قالنا أكلتوا من الشجرة طلعتوا برات الجنة، اليوم أنا عم بعطيكم بدل شجرة المعرفة حتى تعرفوا إذا أنتم منيح أو لابسين أو مش لابسين، هيدي الشجرة اللي أكلتوا منها وفليتوا من الجنة. أنا عم بعطيكم شجرة أهم منها هي شجرة الحياة حتى تعيشوا حياة أبدية. شجرة الحياة اللي هي ربنا يسوع المسيح أعطانا إياها الله بدمه من تلقاء نفسه بدون ما نحن حتى نعوز إنه نطلبها، أعطانا إياها عطية مجانية بربنا يسوع المسيح. يعني الشجرة اللي ببيتكم اسمها يسوع المسيح، هيدي شجرة الحياة اللي بترمز لربنا يسوع المسيح. بدكم تاكلوا منها كل الشجرة كلها، عم ناكل يسوع كله بكل قداس. الشجرة هي صارت رمز لدم سيدنا يسوع المسيح ولجسد سيدنا يسوع المسيح بكل قداس، انما بالميلاد بنحطها ظاهرة، انما بكل قداس نحن عم ناكل شجرة الحياة اللي هي ربنا يسوع المسيح. ان شاء الله بينعاد على جميعكم ولد المسيح هلو. يعني بالفعل قد كل سنه هيك اذا بدكم بننعجق بحطه الشجره بالمغاره بفرحه الاعياد كلها، بنشتري يمكن زينه جديده، الزينه القديمه ناس منا بتكبها، ناس منا بتتبرع فيها، ولكن الاهم بعد ما خاصه حضرنا هيدا الفيديو، الاهم ما ننسى شو هو فحوى والكونسبت تبع العيد اللي هو مولد ربنا اللي هو الهنا اللي تجسد، هيدا هو الاهم بكل العيد. ما ننسى اكيد انه هو اهميه العيد، مش نهتم بس بالمظاهر الخارجيه ولكن كمان نهتم فيه لانه هالقد حبنا تتجسد وصار انسان مثلنا مثله. بصرنا استضيف بهيدي الفقره صديقه البرنامج الاخصائيه بعلم الفيزياء الفضائي دكتور سيرين نعمه، مثل ما قلت تنحكي عن عالم الكواكب خارج المنظومه الشمسيه. دكتور سي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بداية دكتور كتار منا بيسأل ليه دكتور سي؟ فخلينا بس هيك نوضح شوي للمشاهدين قبل ما نرجع للكونسبت تبع فقرتنا. دكتور سي هو ديمينوتيف يعني تصغير لدكتور سيرين سي إجراج،
فحبيت أنا لما بدي هين بدي وصل مثل ما كان قبل دوبسون اللي عمل تلسكوب دوبسونيون. هو كان قص كان كاهن بأمريكا سنة 67 عمل تلسكوب سماه على اسمه يعني دوبسونيون. حبيت أنا أقرب السماء على الأرض إذا نحنا ما فينا نطلع على السماء ونشوف الأجرام لفوق. وعملت كونسبت من شي سنة ونص تقريبا هو اسمه دكتور سي كوزموس within everyone's reach، يعني السماوات الكوزموس قريب من كل العالم. فمن هون بلش دكتور سي دي ار سي واي. نعم، وهون صاروا الكل اكيد يعرف مين هي دكتور سي. دكتور سي. نعم. دكتور كمان كتار لما عرفوا المشاهدين انه حضرتك حتكوني ضيفتنا سألوا انه وين صار النيزك، هل رح ينزل النيزك ولا لا، لانه العالم عطلاني هم. فشو فيك تطمنيهم؟ اول شيء يعني انا بشكركم وبشكرك يا صديقي انت انه استقبلتني اليوم هيك، بركي بنعطي فرح وبنعطي امل للجناس بلبنان، يعني الجن والاقل شوي جن مع كل الوضع. وبدي اقول لهم انه لا، ما في نيزك هلا، لا رح يقشنا ولا رح يقش العالم. النيزك منه جاي وبعيد كتير، واذا رح يجي نيازك رح يكونوا شوي بعاد عن الارض، واذا ولا البود رح ينزل نيازك رح يكونوا صغار كتير، رح يتفتتوا وبيوصلوا يمكن بيكسروا سيارة مثل ما صار من سنتين ثلاثة. بس نيزك كبير انه يعمل انقضاء لمجموعة حيوانات مثل ما صار من 65 مليون سنة ما في هلا. وهون عم نحكي دكتور عن كل البلدين، مش بلد. نعم. بيتضرر. نعم. بلد لا لا لا, لا. ابدا ما في عنا. وبس لحتى اتذكر شغله، في بروجرام على الاورديناتور فيكم تنزلوه اللي هو بيفتش على الاستيرويد، وبنساعد فينا نحطهم اونلاين كل كمبيوتراتنا لما نعمل داونلود للبروجرامات، بيفتش على الاوربتس للبيج استيرويدز لحتى تو ديتكت، لحتى نكتشفها قبل ما توصل على الارض. هيك نحن كمان بنساعد الاماتور، عامه الشعب بتساعد لاكتشاف النيازك الكبيره. يعني حلو قد ايه عم بيكون هيدا التطور ايجابي لنا حتى. نعم. مش على طول التطور بيكون يمكن سلبي او سيف ذو حدين، بيكون كمان خير لنا. بالنهايه هو التطور مفروض اذا الانسان عنده مورال شوي وكونسيونس التطور يكون بوزيتيف، بس الانسان الخير والشر مثل ما كان عم بيقول الابونا قبل، الانسان خاطئ. صحيح. دكتور اذا بدنا نحكي شوي عن الاكزو بلانت، اذا بدك تعرفي لنا هن شوي، شو فيك تخبرينا عنهم؟ يا صديقي والمشاهدين، نقيت موضوع الكواكب الخارج المنظومة الشمسية او المجموعة الشمسية لسبب معين، لانه من شهرين اعطون النوبل برايس، جائزة نوبل 2019، لاول من اكتشفوا أول كوكب خارج المنظومة الشمسية الذي يدور حوالين شمس مثل شمسنا يعني. وهيدا الشيء من 24 سنة حصل. ما هو الكوكب خارج المنظومة الشمسية أو المجموعة الشمسية؟ هو كل جرم سماوي كوكب مثلنا، يعني نحن بنعرف عنا 8 لـ9 كواكب، يعني عنا الزهرة، المشتري، الأرض، المريخ، بنعرفهم نحن حوالين الشمس. مظبوط. ولكن اكتشفنا انه في عنا كواكب غير. من وقت اللي بلش الانسان يتطلع على السماء صار يقول يا عمي في نجوم، وصرنا نعدهم ويطلع لنا تويليل، لا ما بيطلع لنا. صار يقولوا انه طيب ما اذا نحن فهمنا كيف بتتكون النجمة، ولما نفهم كيف تتكون النجمة لازم يكون في كواكب. وهيك الاكيب شخصين اسمهم ميشيل ماير اند ديديه كويلوز، هن كانوا جروب سويسرانيه من جنيف. انا حنشوف صورتهم. نعم. وشخصيا انا كثير بحبهم لانه بيشتغل، ماير هو الاكبر بالعمر وكويلوز كان تلميذه. وهون بدي اخبر الخبريه، يعني على طول الاكتشافات بتصير لها قصه، وانا كثير بحبهم لانه بيشتغل على الديتكشن اوف اكزوبلانتس، كمان كيفيه اكتشاف الكواكب خارج المنظومه الشمسيه. كان كيلوز الاصغر تلميذه لميشيل ماير.
تلميذه بالدكتوراه بالبي اتش دي، يعني عم نحكي من 24 سنه، وبقوم بيقول له اخترعوا مثل آلة جديده، ماشين جديده، وبقرر ديركتور تبعه مديره يروح سنه ياخذ سنه بهواي ياخذ فرصه. من بعد 3 سنين ونص من بعد ما عملوها بيقول له لديدي كيلوز انت بدك تعمل ترصد هيدي المجموعه الشمسيه وبدك تشوف اذا في كواكب، وانا رايح سنه سباتيكل اخذ فرصه. قال له بس ما تتصور انه تلاقي شيء. بيطلع ديدي كيلوز بيرصد هيدا وهيدا وهيدا، ام لقى شيء مش طبيعي. قال لك شكل الانسترومنت تبع اللي عملناه منزوع. فكر هيك اذا بده يقول له لمديره سقط البي اتش دي، سقط الدكتوراه. رجع طلع مره ثانيه لقى انه يا عم زيت السيجنال. هلا بعدين عم نخبر المشاهدين وبخبر حضرتك كيف منلاقيها. رجع لقى طلع مره ثالثه يا عم عم بتطلع على زيت الشيء. بيبعث له مساج تليفون بوقتها يعني، وايميل قديم وفاكس، بيقول له كيف لقيت وشو لقيت. قال له يمكن انا لقيت اكزوبلانت، كوكب خارج المنظومه الشمسيه. قال له اه يمكن، عمل لي بعد اوبزرفيشن رابع مره. بالعلم ما بتقول انه من مره واحده، صحيح مره واثنين وثلاثه واربعه لتتاكد. رجع ميشيل ماير وتاكدوا انه اكتشفنا كوكب خارج المنظومه الشمسيه، وهي بالكونستيلاسيون تبع بيجاسيس، يعني الحصان، اذا بدك برج الحصان. فهيك كانت الديتكشن، يعني اول مره شافوا كوكب. وهيدا عم نحكي دكتور من 24 سنه. نعم. وكنت ايضا حضرتك قلت انه اخذوا النوبل برايز تبع 2019. نعم. طب ليه بعد 24 سنه تنعطى النوبل برايز؟ ليه مش بوقتها انعملت؟ نعم. سؤالك كثير مهم. نوبل برايز يعني اذا بتسمح لي انا اقول لك، ما لا يعطى بس لاهميه الاكتشاف. عاده نوبل برايز يعطى للليجاسي، للوراثه، يعني شو بيورث هذا الاكتشاف، شو بيعطي، شو بيخلي، يعني شو بيعطي سنوات اكتشافات من بعدها، شو اهميته، لوين بيودي. والليجاسي من بعده هيدا شيء كتير مهم. ليش نحن الاسترفيزيسيان، علماء الفيزياء الفضائي واللي بيدرسوا الكواكب مخارج المنظومة الشمسية، نطينا من الفرح؟ لأنه أول مرة نوبل برايس أوف فيزيكس يعطى لإذا بدك الفيزيكس، الاسترفيزيكس العملية. عادة يعطى، هلا هو انعطى لثلاثة، كوسمولوجي هي أكتر تيوريتيكال حل وهيك، ولا الاسترو للاكزوبلانتس، يعني قليل لا يعطى للعملي. وهذا الشيء بيبين لنا انه قد ايه الكوميونتي، العالم العلمي السيانتيفيك، هن مؤمنين بهيدا العلم. ويعني نحن صرنا عم نفتح افاق لوجود كواكب، يعني بطل نقل من ساي فاي لواقع حقيقه، وما فينا بقى نتغاضى عنه، ما فينا بقى نغمض عيوننا، ما فينا بقى نقول قوموا بقى. عرفت كيف؟ يعني اول شيء لما بلشوا من 20-24 سنه كان في شخصين كانوا يقولوا يمكن ايه يمكن لا. هلا صار في عده مسابر فضائيه وعده مليارات دولار عم تندفع لنفتش على كواكب ايرث لايك، مثل الارض. يعني الكوكب اللي اكتشفوه 51 بيجاسي بي هو بعيد 50 سنة ضوئية، 51 لكون أكيد يعني دقيقة، 51 سنة ضوئية، وهو مثل غازي. يعني إذا أنا وياك هلأ واللبنانية تعبوا من الأرض بدون يسافروا يروحوا يعيشوا عليه، أول شيء ما فينا، أول شيء ما بنوصل له لأنه بدنا مئات الألاف من السنين وما بنوصل. تاني شيء غازي ما فينا نمشي عليه ولا بنعاش عليه. ثالث شيء قريب من شمسه بنحترق، دونك ما له معنى اذا بدك انتر جيمي. ايه ما. ايه ما بدنا نفتش على غير نوع كواكب اللي هي ارضيه ومثل الارض، يعني صخريه فينا نمشي عليها وبتكون قابله للسكن وقابله للعيش. نعم للعيش. نعم. طب دكتور شو هي الادوات يلي استخدموها حتى اذا فينا نقول اكتشفوا هيدا الاكزوبلانت او
بطريقة تانية شو الأدوات اللي فينا نستعملها نكتشف إكزوبلانتس غير هيدا اللي اكتشفناه؟ ليك فينا نصورها سيلفي. لا عم صح. سيلفي والكوكب خلفي والمجرة خلفي. حقيقة كان هيدا تشالنج كبير للعلماء ولكون فار يعني. كيلوز وميشيل ماير ما كانوا هن اول العالم اللي بلشوا يفتشوا على الكوكب خارج المنظومه الشمسيه بكل انواعه وبكل اشكاله. هو على طول بيقول، وانا هون بدي استشهد بكيلوز، بيقول العلم هو طريق طويله ليجاسي منورتها من كل سنين تعب، هو خيط منحمله من الانسيسترز تبعنا. يعني كل حدا بيعمل بيعمر حجره هي بنايه حجره ورا حجره من كل الساينتست. دونك نحن كلنا بنشتغل لحتى نعمل هيدا الشيء. في قبله كتير جربوا طرق، فهن شو استعملوا؟ على طول بنجرب يا الطريقه المباشره يا الطريقه الغير مباشره لحتى نشوف اذا في كوكب. خليني أخبر المشاهدين ومشاهدينك يعني وحضرتك، وكيف نقدر نلاقي هذا الكوكب. نيوتن العظيم شو بيقلي؟ بيقلي نيوتن إذا في كوكبين أو جرمين يعني شيئين عندهم حجم كبير وكتلة يعني ماس كبيرة، اثنيناتهم بدهم يأثروا على بعضهم. هلأ الطريقة الانديركت الغير مباشرة انه عندي نجمه شمس هونيك، عندي نجمه عم تبرم حوالين بعضها، وعندي جرم كبير عنده كتله ماس كبيره. هيدي النجمه اللي عم تبرم عاده بتبرم حوالين حالها. اذا اجت هون موجود شيء انا ماني شايفته بس بدي فتش عليه لانه بعيد، دونك شو بتصير هيدي النجمه؟ بتصير ما تبرم حوالين حالها لانه هيدا الجرم عم بياثر عليها، بتصير تبرم حوالين center of mass، حوالين نقطة اللي هي هيدي جبرتها تعمل، يعني اثنيناتهم عم يبرموا حوالين نقطة. فالنجم اللي عم بتودي لي ضوءها شعاعها بده يصير يا يتأخر يا يسرع أثر الجاذبية. نعم يعني مثل المغناطيس فينا نقول تقريبا، بس هو الضوء عم بيلعب كيف بنسميه راديال فيلوسيتي، كيف الأمبولانس لما الأمبولانس يقرب عليك بيعمل صوت وو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 
صوته، ولما يفل بيبعد صوته هيك بصير بالنجمة ضوى. فبهالطريقة اكتشفوا كيلوز اند ماير بنسميها راديال فيلوسيتي لنتأكد. شافوها مرة اثنين ثلاثة، وهيدا الشعاع اللي عم بيتأخر وعم بيستعجل ريد شيفت بلو شيفت كان ثابت على مدار أربع مرات أبصروا. فمشان هيك عرفنا إنه كان عنا بلانت. وفي عنا بعدين مع الوقت طوروا طريقة تانية اللي هي كسوف، يعني بتمرق البلانت الكوكب بيمرق قدام نجمه بيوطيله ضوه، مثل لما القمر يخسف الشمس أو يكسف يصير في عنا كسوف وخسوف. فلما يمرق الكوكب قدام نجمه شو بده يصير؟ بده يوطيله شوي ضوه. يعني أنا هلأ إذا بمرق قدامك ما بروح لك ضوك لأنه وهجك أنت كتير قوي، بس إنه بينما لما الكوكب بيمرق بيوطيله it will dim، وهيدا الشيء بنسميه ترانزيت. عدة مرات بيمرق ومنشوف إنه عنده ذات البرمان، من نعمل له observation منرصده 3-4 مرات وهيك منأكد انه عنا كوكب، منشوف له قدي بيبرم وقدي سنته وقدي عرضه وقدي كبره وقدي ثقله لحتى نعرف اذا هو ارضي صخري او غازي. ودونك عملنا وطورنا ساتلايت وتلسكوبات هني على يا الراديل الضوئي، يعني الضوء اللي بيتأخر واللي بيستعجل بينضغط، وكمان على ترانزيت. ولا فهودي هن الطرق اللي بنستعملهم. وفي عنا بعد عدة طرق هن أصعب بكتير كمان. وهون نعم. دكتور كمان بس نرجع نوضح نعم. للمشاهدين انه هول الاكتشافات ما بينعملوا بيوم واثنين وثلاثة، يعني أبداً. على مدار سنين عم ينعملوا. أكيد أكيد، يعني
في عنا في شيء بنسميه، ميرسي سؤالك كثير حلو، لانه في شيء بنسميه فولس بوزيتيف. يعني بنفكر اوقات انه عملنا رصد لنجمه وكوكبه، بس اللي ما بتعرفه يا صديقي ويمكن بتعرفه انه اوقات النجوم بيجوا كوبل، يعني صحيح. بيجوا باينري ستارز، يعني بدنا نشوفهم انه يبرموا مع بعضهم ويكونوا حجم هو حجم كوكب مش حجم نجمه، مشان هيك بدنا نعملهم عده مره اوبزرفيشن ويكونوا كوكب مش نجمه. لانه فرق ما تشوفي لتسي مثلا نجمه هالقد انت عم تشوفيها او تشوفي اثنين مع بعضهم تفكريهم كوكب. نعم. فلهيك نعم. بيتم يمكن دراسات ودراسات نعم. عليهم. نعم. ومن بعد هيدا الاكتشافات، يعني هون كنا عم نحكي كوكب واحد اللي اكتشفوه من الاوبسرفاتوار دو هوت بروفانس من فرنسا، اذا بنشوف الصوره اللي هو انا لما هون بهذا الكبير 1.93 متر، وهون انا لما عملت الدي او اللي هو ماستر داستروفيزيك، يعني من زمان كان اسمه دي او، رحنا عملنا فيه الستاج، فكان اكتشاف كتير كتير رائع. وبعدين هلا صار عندنا اكثر من 4099 كوكب مكتشف. واو. إذا بدهم المشاهدين الأحبة، وأكيد بعرفهم كلهم محمسين، بيروحوا على nasa.gov بشوفوا وين صرنا. يعني لحد مبارح عندي 4099، ومن بيناتهم أكثر من 300 كوكب مثل الأرض، وكل واو. الكواكب المكتشفين هلأ المشاهدين عم بشوفوا هيدي المجرة تبعنا، وكلهم هول المكتشفين بهيدي النقطة الصغيرة بالمجرة تبعنا. ولما نعرف انه نحن عنا اكثر من 200 مليار نجمه، وحوالين كل نجمه تقريبا في من كوكب لعشر كواكب تقريبا، وبالكون في اكثر من 100 مليار مجره، فبخليك لك يا صديقي تعمل الكالكول قد في عنا كواكب بالكون، ونسرح يمكن بالخيال حتى. اكيد اكيد. وهون اذا بتسمح لي، اذا عنا بعد شويه وقت، دكور ياي الوقت كيف دغري عم بتطير فترتك. بتذكر أينشتاين شو بقول؟ بقول إنه الوقت رلاتيف، يعني الوقت كتير رلاتيف، يعني يا الله ساعدني، رلاتيف. المشاهدين بيعرفوا شو يعني. بقول له إذا كنت عم بتقضي وقت مع الحبيب بيمرق بسرعة، صحيح. وإذا كنت عم بتقضي وقت مش مبسوط دقيقة بتفكرها ساعة. فنحن هون مع الأحبة، مع الغرام، مغرومين هيك دغري دغري عم تقطع. نعم. بس اللي بدي أقوله، كنت ما بكفي إنه نلاقي كواكب. اللي بدنا إياه سنة الخمسين وأواخر الخمسين الستين طلعوا بفكرة الهابيتابيليتي. شو يعني؟ يعني الأماكن الصالحة للعيش. وهون لازم يكون في عنا محلين، مطرحين صالحين للعيش، بالمجرة وبالمحل المجموعات الشمسية اللي اكتشفناها. شو يعني بالمجرة؟ بالمجرة ما لازم يكون في كتير انفجارات وسوبرنوفا للشموس أحلى ما يتفجروا الكواكب، واحد. اثنين، بالمجموعات الشمسية لازم تكون الكواكب هي صخرية مثل الأرض، لازم يكون عندها غلاف جوي، لازم يكون عندها الضغط الجوي البريسيون، لازم تكون على قد مظبوطة ليكون في مياه سائلة ليكيد، ولازم يكون المسافة بين النجم والكوكب على قد مظبوطة لحتى تضل المياه والغلاف الجوي كتير أونيكيليب، لا يكون عندها الحياة كافية أكثر من كذا مليون سنة لحد المليار لتتكون الحياة. يعني دكتور فينا نقول إنه ربنا السلام على اسمه عمل كوكب الأرض، يمكن هيدا حتى علماء الفيزياء عم إذا بدك ما عم يقدروا يعملوا كوكب بيشبه الكوكب يلي عمله ربنا. قصدك نحن يعني؟ ايه ككل. قد ايه بتلاقيها انه حتى اللي الدكاترة واللي كتير عندهم علم بالفيزياء الفضائي ما عم يقدروا يعملوا ارض او يكتشفوا ارض مثل يلي ربنا عملها؟ هلا بالفرنساوي بنقول il ne faut jamais dire jamais،
يعني ما لازم ابدا نقول ابدا. وهلا بدك تعرف، بدنا نعرف شو يعني حياة، وكيف بتتكون الحياة، وكيف بتبلش الحياة، مش بس بتتطور. بتصور هيدا الشيء للحلقة اللاحقة، بدنا نوعد المشاهدين فيها انه جمعة الجاي كمان حتكوني ضيفتنا، كمان قلنا طلع على القمر، جهزوا حالكم. نعم، على القمر وعلى غير كواكب. انا ايماني البسيط بقول انه لما نشوف انه تكوين الكواكب هي امر عادي مش انه اكسبشنال، ربنا الكبير عمل هون حياة فيه يعمل غيره. دونك بس لازم يكون في مكونات اللي هن السفر، الفوسفور، الازوت، الاكسجين، الهيدروجين، الكربون، ويكون عندهم وقت، ويكون في عندهم المكونات، المي، البريسيون مثل ما قلنا، وبصير في حياه. مثل اللي بده يعمل جاتو بده يكون الانجريديانس جاهزين. بس بعد لحد هلا بنخليها لمرت الجاي، ما عم نقدر ننقل من هول انجريديان لنفحت هن يكبروا لحالهم. نعم. لكن هيدي بدنا نتركها سربريز لا او لغز لجمعه الجاي حتى نقدر نفكفك هيدا اللغز نحن وياك دكتور. نعم. دكتور، في شيء كثير بيجذب البنيه اللي حطيتيه على البليزر يلي لبستيها. نعم. صار فيكم كمان مشاهدينا تكونوا قاعدين عم تسمعوا لدكتور سيرين لايف كمان، هيدي بلشتيها ريسنتلي للفكره. نعم. خلينا نخبر المشاهدين عنه. نعم، انا بشكرك، ميرسي كثير عن جد. صار لنا تقريبا شهر عم نعمل بألف بي كافي سيانتيفيك، والكافي سيانتيفيك هو بلش بيو كي من 1999. هو عبارة عن نتحدث عن العلم، الفيزياء الفضائي، أو عن حيالة علم. نحن وعم نتحدث عم نشرب قهوة، عم نتعشى، عم نشرب حيالة درينك بدنا يام، نحكي ساعتين ونص ومنصير نتناقش. وهيدا كمان من انا هدفي ومن الباسيون تبعي انه وصل السماء على الارض. اذا نحن ما فينا نطلع على القمر. واليوم عندنا كمان كافيه ساينتيفيك مع الف بي بفرن الشباك، وجمعه الجاي بوعدكم انه جيب لكم شيء من كمان تنفرجون للمشاهدين. نعم نعم. وهيدا الشيء عندنا صار باليوكي، مش عندنا يعني، باليوكي في اكثر من 70 كافيه ساينتيفيك. وبلبنان، بلبنان بعرف انا لو بريمير كافيه ساينتيفيك اسمه كافيه ساينتيفيك، ونحن عملنا بألف بي كافيه ساينتيفيك مع دكتور سي. نعم. يعني دكتور سي ما بعرف شو بدي اقول لك غير انه نيالنا عنا دكتور مثلك بلبنان بالفعل. بشكرك. يعني يمكن كان يمكن الحلم الكل اذا بدك من نحن وصغار نسمع بالنازا النازا النازا، هلا قدرنا نجيب النازا على لبنان. ان شاء الله كمان لبنان يصير بالنازا كله. أكيد. انا بقدم لك البن. تفضل. هيدا شيء رائع. تفضل. كمان جمعة الجاي حنفرجيه اكثر، يكون على الهواء ونقدر نفرجيه نيه للعالم كمان. هيدا هو. دكتور، بدي اتشكر وجودك معنا، ومثل ما وعدنا المشاهدين جمعة الجاي الله راد. نعم. معنا لنحكي عن الحياة خارج كوكب الأرض. نعم. مرسي كتير لك. رسالة أخيرة كمان بتحبي توجيها لكل يلي بيحبوا عالم الفضاء ويلي بيحبوا دكتور سي كمان. هلا دكتور سي مش مهمة، بس أنا بس بدي أقول لهم إنه الفضاء عطول لإلكم، إنه ما تخلوا شيء يوقفكم. وبحب أقول إنه ما تنسوا، بالنسبة لنا نحن علماء الفيزياء الفضائي، الأرض بس نقطة بالكون، فاروقوا شوي. واو دكتور. بدي أتشكر وجودك معنا مرة تانية، وبنتمنى لك عطول النجاح يلي عودتين عليه، وإن شاء الله أكيد بنشوفك بعد بمراكز أعلى وأعلى بإذن الله وروح القدس. مشاهدينا، أول فاصل بحلقتنا وبنرجع، ما تروحوا لبعيد.